جدا ده كده كتير قوي يعني مكرونه بالبشاميل شكلها رائع مخصوص علشان حبيبتي يا منى والنبي يا شريف حط لي من الملوخيه اللي قدامك اه ليا يا طنط ميرسي يا حبيبي على ايه يا بي حبيبي قلبي حته لحمه ملبسه من انت حاضر يا بابا حاضر يا بابا طلعت امال فين اختك الاكل قرب يضرب هي تحت وجايه بس على طول شريف ما بتاكلش ليه خد ذوق المحشي ده انا عاملاه بايديا حلو ده حلو قوي يا طنط بجد رهيب انت فين يا جلال يلا بقى جاي اهو فين يا عم جلال مش قادر اكل من غيرك حبيبي حبيب قلبي شفتوا يا جماعه مش بناكلوش من زمان يعني الله يخليك يا اخي اهي سلمى جت اهي Bercé par ses pas, il ne sait plus combien il m'attend. يا شريف ايوه وسع كده خد سلمى جنبك مساء الخير يا جماعه معلش طريق زحمه قوي ولا يهمك يا حبيبتي شفت الماتش يا جلال ماتش ايه يا راجل بقى الزمالك يتغلب من طلائع الجيش دي بقت مهزله دي جوان كلها سكه جايبه لك كده باي لك انت شفت الجون الثالث الواد حاططها له ايه بلياردو اللعيبه كلها بتستهبل والنبي يا شريف رغيف عيش معانا ما دول لعيبه دول اللي عندكم فين لعيب الزمان لكن في لعيب عندكم اسمه كوارشي فاكره يا سيدي ملك الركن في البعيد ايه كده هو في ايه شريف برهان دكتور سنان اسد اسد ايه انا برج الاسد أنا مسألتكش اسمك إيه ولا برجك إيه؟ جريئة أنت برضه عبيط أنت برضه فاكر يا جرجل الله شريف وهو صغير كان يعني بيخاف يقعد على عادة الحمام للتمان يطلع يقعد من ال يا بابا عيب قلبي عيب قلبي إيه ده؟ ده لسه لغاية دلوقتي بيخاف يدخل الحمام ويقفل الباب عليه بقفله بقفله يا شريف بسم الله ما شاء الله كبرتي يا سلمى بقيتي زي القمر ميرسي يا طنط ادب واخلاق هنفرح بيكي امتى يا سلمى والله يا طنط لما الاقي ابن الحلال اصلي بعيد عنك كل اللي حواليا متخلفين عقليا شفت الجول الاخير بتاع صلاح جول عظيم اخد الوقت كده وكان هاله في البعيده احلى حاجه فيه ان الراجل ده مش غشيم ما بيشوطش يا حلو ايه كده انت مش عبيط بس انت قليل ادب وسافل ليه كده ليه كده انت هتستعمل انا جيت جنبك شوشة مش بتاكل ليه حط لسلمى من الجلاش ده حتتين حاضر يا طنط دي جلاش ده كان ايه شريطه صاروخ الله ده حلو قوي يا طنط ميرسي يا حبيبي شكرا انا قليل ادب وسافل ولا انت اللي متحرشه انا متحرشه وانت تبقى ايه خد يا حبيبتي خد يا سلومه دوقي يا ورق العنب ده حلو قوي حاضر يا طنط ميرسي بلاش حلو قوي يا طنط ميرسي يا حبيبتي خطير مرسي اعملي نفسك بتعطسي ايه؟ اعملي نفسك بتعطسي
هنفرح بيكي بقى. مش لما تبقى تقفل باب الحمام الأول. مين دول؟ مش عارف. احنا ايه اللي جابنا هنا؟ مش عارف. عملت ايه في حياتي انا عشان اكل محشي طنط منى؟ عملت ايه في حياتي عشان اقعد القعدة دي اصلا؟ ليك ما اكلتيش حاجة؟ وانا؟ انا هموت. وانا؟ طب احنا هنعمل ايه؟ احنا؟ اصلا انا كنت بفكر انزل اكل سوشي يعني. سوشي؟ سوشي. الواد قليل الادب. لا 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 لا، انا لازم اربيه. الواد قليل الادب انا هوريه. Thank you.